هاد بيت مهكنا؟ هو كان بيته وهلا هاد بيتي. لا مو صح. ايه هذا بيكون بيته لمهكنا وهي بتكون مهكنا. انا مساعد السيد كورانا. شو؟ ايه كورانا هو الشخص اللي انقذتوه انتو اليوم، حابب انه يشوفكن ويتشكركن شخصيا على الشيء اللي عملتوه. هو كيف وضعه هلا؟ استعاد وعيه من شوي وقت اللي خبروه بالمشفى انه مهكنا وزوجها هنن اللي عملوا جهدهم ودخلوه عليها. هو اصار يبعتني لحتى ادور عليكن، واذا انتو فاضيين اذا بتريدوا تعالوا معي. ايه انت اعمل اللي بدك تعمله، بعدين خليهم اول يفضوا لي بيتي. بس في شغله، السيد كورانا بعت لكم 70,000 روبية، المبلغ اللي انتو دفعتوه بالمشفى، وهو معي. شوريا كأنك دختي مدام. عمتي امي. انا هلا رح استناكي بالسياره، لو سمحتي جهزي حالك بسرعه وتعي. بيدي جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.